السلام عليكم، مرحبا بكم عندكم مساء القناة ديالكم. حتى نتوما لا فيديو تاعنا هذه مشاتكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا ربي. اليوم جبتكم بواحد لا فيديو هايلة، واحد الوصفة اللي هي رائعة كما راكم تشوفوا، طرية وبزاف بزاف بزاف شابة وما فيهاش كامل المكونات اللي هي لاموس وشوكولا، موس شوكولاتة كما راكم تشوفوا، بزاف تخرج شابة وبزاف تخرج طرية وبزاف تخرج هايلة. نتمنى غير ان شاء الله تجربوها بمكون واحد فقط اساسي لهذا المكان. بمدور صفتها نهار اليوم صلى الله عليه وسلم حبيب المصطفى عليه الف صلاة والسلام. اما بعد نقول لكم فرجة ممتعة، ولا عجبتكم لا فيديو ولا عجبتكم الوصفة ما تنسونيش باللايكات والشكر. هنا البنات نجيبو الشوكولاتة، من المستحسن يكون فيها الكاكاو بزاف. هنا انا ديالي فيها 54% تاع الكاكاو. شوفوا يا البنات لا لقيتو اللي فيها اكثر جيبوها. انا هذه اللي متوفرة عندي لقيتها رخيصة جبتها 150 غرام يا البنات الوزن تاعها. انا يا البنات ما عادش نديرها كامله، راح نخلي واحد النص هكذايا تزيين. راح نجيبو يا البنات هذه الطريقه مليحه تخليكم يعني يذوب لكم بالخف. المهم نحاول نقطعها، علاش؟ على خاطر كانت عندي في الفريجيدر. المهم يا البنات نحاول نقطعها صغيره. بهذه الطريقه هذه باش كي نذوبها ذوب لي بالخف. هذا ما كان الا حبيتو تجيكم سهله ما ديروهاش في الفريجيدار، ما ديروش كيما درت انا. المهم يا البنات راني ندبز معاها باش تقطع لي. الا ما درتوهاش في الفريجيدار راح تجيكم سهله. انا كانت عندي في الفريجيدار، انا ديما الشوكولا نديرها في الفريجيدار. هذه الشوكولا اللي عندي سبيسيال تاع يعني كتاع حلويات ولا ما تبقاش غاليه وما مطوم مليحه، هكا كي تخدموا بها حلوه ولا تخرج لكم مليحه. علاش يا البنات هاد الطريقة؟ على خاطر تسهل لنا بزاف الشوكولاتة تاعنا باش تذوب. انا راح نديرها في يعني في حمام مريم اللي هو حمام مائي. ماما مو قاعد تعرفوه، مي كي نقولو حمام مريم كي يعرفو كي ما يعرفوش. بهاد الطريقة يا البنات انا راح نذوبها ان شاء الله ونرجع لكم. راح نديروها غير هنايا. انا يا البنات يقلقوني الحوايج كي نكون نخدم، حتى ويكون البرد لازم نطلع تريكو تاعي شويه للفوق باش ليز تاع تريكو باش نقدر نواسي. مهم لا يمقع الشوكولا تاعي ما نضيع والو هكاك باش تجيني سهله. اللي ما يعرفش الطريقه كيفاش، نجيبو بول من التحكه ولا نجيبو اي حاجه كسرونه بول ولا عفسه ونحطو يعني البول دوزيام من الفوق. انا وين حطيت الشوكولا حطيته من الفوق، نغطيه بالغطاء ولا نغطيه هكا بطبسي ولا نغطيه باي حاجه يا البنات عندي، نغطيه بهذه الطريقه هذه كما راكم تشوفوا. هنا تقريبا عندنا غير مكون واحد اساسي، يعني ما كاش اسهل وارخص. يعني هذه كامل اللي ما تتقام لكمش لا غاليه لا والو، وسهله وبزاف ناجحه. هنا 100 مليلتر تاع الماء راح نفرغه كامل. بسم الله. هنا عندي ملعقة واحدة كبيرة تاع القهوة نسكافي، قهوة سريعة ذوبا على خاطر كل واحد كيفاش يعرفها. هنا كيما حبيتو، حبيتو ديرو السكر حبيتو ما ديروش، باسكو الشوكولا تاعي كونسونطخ شوية يعني مرة شوكولا نواغ راح ندير لها السكر. الا استعملتوا هذيك الشوكولا الحلوه ولا بلا ما ديروا السكر. راح ندير 3 ملاعق صغار، هذا يعني اختياري وعلى حسب الذوق فقط، يعني كل واحد وكيفاش. البنات انا تقدروا تخدموها بيديكم عفوا يعني شتو يا البنات ما كانوش راكبين مليح ما يطيحوا. المهم فوالا ندخلهم مليح هكذايا هكا ما يطيحوش. قلت لكم تقدروا تخدموهم يعني بيديكم، مي صعيبه بالباتور تجيكم اسهل. هذا ما كان هنا نخدموهم بالباتور لمده 3
ثلاثة زوج دقائق هذا مكان. حصلنا على هذا لاموس الجميلة، راح نضيفو الشوكولاتة ديالنا. نضيفو كامل الكمية ديالنا تاع الشوكولاتة، ونبداو ندمجو في المكونات بالباتور لمدة يعني زوج دقائق. البنات هذه وصفه هي لرمضان، ما فيهاش كامل المكونات كما راكم تشوفوا. هذه هي لاموس تاعي، دوك نعمرها في الكؤوس. كما راكم تشوفوا خرجت بزاف شابه ما شاء الله، ما فيها لا بيض لا حليب لا كريم شونتي لا والو، تقريبا مكون واحد اساسي. حتى القهوه الا حبيتوا تستغناو عليها وتخدموا غير بالشوكولا تخدموا غير بالشوكولا، يعني مكون واحد اساسي. هذا ما كان، جيبوا اي كؤوس يكونوا متوفرين عندكم، ماشي شرط يعني اي كؤوس تقدروا تجيبوهم. السمك تاعها كما راكم تشوفوا، نعاود نحي الكؤوس باش نوريكم برك السمك تاعها، خاطر لازم تشوفوه. شوفوا السمك تاعها بزاف شباب، ما تنسوش بلي مامبا مازال ما بردت، دوكا كي تبرد تولي بزاف هايله. بسم الله، هنايا نبداو نعمرو في الكؤوس تاعنا. راح نديروها في الفريجيدار، و الا كنتو مزروبين ديروها في الكونجيلاتور، خلوها لمدة 10 دقائق وتجبدوها. الكمية حبيتو كثر تقدرو تضاعفوها. حبيتو تعمرو الكاس، حبيتو ديرو غير يعني ما تعمروش بزاف، مهم كيما تحبو. انا نحب نعمر الكيسان سورتو، يعني عندي غير طبقة واحدة، راح نزينها بيان سور من الفوق مي هكذايا. كيما راكم تشوفوا تقريبا مكون واحد وخدمناه، موس ما درنا لا بيض لا والو. حبيت نجيب لكم هاد الوصفة اللي هي اقتصادية، واللي موس شوكولاتة ناس كامل تحبها، يعني بزاف مليحة، بزاف ناس يحبوها. تروحوا تشروها في الحانوت، تشرو غير كاس صغير، راكو تعرفوا لي بخي، يعني كيديروه في الدار خير. انا ما درتش كميه كبيره، درت غير زوج كيسان. تحبوا ديروا اكثر كيما حبيتوا، المهم انا واش نقول لكم، انا راح نخليها تبرد وراح نرجع لكم بحول الله تعالى. بقاو مع الوصفه ونتمنى تعجبكم. البنات هنا موس الشوكولاته ديالنا راهي واجده، بزاف بزاف شابه يا البنات. هنا نزينوها بوش حبينا وبوش متوفر عندنا بيان سور. انا كانوا عندي شي تاع المكسرات، كاعد ندير مكسرات ندير بهم طمينه ولا حاجه، ديما نخبي شويه هكا في العلبه كاش ما نسحقهم ندير بهم. ندير شويه من الفوق،
ما نكترش غير شي بشي جوج هبين فوالا بهاد الطريقة. عندي واحدة شيطة شوكولاتة اللي كنت وجدتها للتزيين، جا كنت قلت لكم عليها، عفوا راح نديرها شويه. البنات زينو كيما حبيتو، اللي عندكم زينو به، ليسونسيال انا زينت بوش متوفر عندي، وحاولت نقسم شويه نخلي شويه من الشوكولاته للتزيين وشويه باش نخدم بها الوصفه كيما راكم تشوفوا يا البنات. زينت غير بطريقه يعني سامبل كيما راكم تشوفوا هنايا، راح نشوفوها كيفاش جات بيان سوغ. بسم الله، واش نقول لكم، بزاف بزاف شابه كيما راكم تشوفوا، رائعه يا البنات. بسم الله، بزاف بنينه وبزاف شابه، نتمنى برك تجربوها. هذا مكان كيما راكم تشوفوا بزاف شابة، غير جربوها ما ترددوش، على خاطر نجحة 200%، والمكونات ما فيها والو 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 والو، يعني مكونات اللي هما موجودين في كل بيت، ما فيهاش مكونات اللي هما يعني كومبليكي ولا حاجة. المهم انا نقول لكم مع السلامة، نتمنى الوصفة تاعنا اليوم تكون عجبتكم، نتمنى ديما نكون ان شاء الله عند الحسن الظن تاعكم، هكا ديما نجيب لكم وصفات اقتصادية وصفات جميلة، وسورتو سورتو رمضان ديروها يعني مليحة بزاف. نتمنى الوصفة تاعنا اليوم تكون عجبتكم، انا نقول لكم اللي عجبتكم ما تنسونيش باللايكات، نقول لكم مع السلامة، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والى اللقاء والى فيديو اخر ان شاء الله.